التيمية ما قاله شيخهم لا يفهمون، عبارة عن خزعبلات، عبارة عن كلمات متقاطعة ليس لها أول وليس لها آخر. لمشاهدة الحقيقة بكل وضوح ولمعرفة المؤسس الحقيقي لمنهج التكفير والإجرام ولكشف الخزعبلات والخرافات التي شرعن لها ابن تيمية عبر مئات السنين. ابن تيمية للشيخ ابن تيمية تجد عنده، هذا هو المهم، عنده غزو، عنده حرب، عنده قتال، عنده إرهاب، عنده سفك دماء، عنده قطع رؤوس، عنده تهجير. تغطية عقائدية متكاملة وعلى مدار ساعة كاملة مع المحقق السيد الصرخي الحسني في بحثه العقائدي تحت عنوان وقفات مع توحيد التيمية الجسمي الأسطوري لإبطال المعتقدات التيمية ومن يؤمن بها ولبيان منهجهم التكفيري والإجرامي الهادف لتشويه صورة الإسلام المحمدي الأصيل. تأتيكم مباشرة الساعة 7 مساء على قناة المركز الإعلامي للسيد الصرخي على اليوتيوب.